صباحكم الله بالخير. أكو خطر ودي أقول يا جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب في مشقة. اليوم تسعد بكرة تحزن، وهذا الدنيا أن يعني بيع السود والبود ما تجي. لكن أنا لما تأملت يا جماعة أن يعني فعلا السعادة الحقيقية كل اللي يصيرنا من أفراح ومن أحزان ستنتهي، إن كان فرح ترى سينتهي، وإن كان حزن سينتهي لابد. لكن الفرح الحقيقي يا جماعة اللي ما عقب حزن لما تكون واقف قدام باب الجنة. أبيك تتخيل معي هذا الموقف، قدام باب الجنة أنت، نعم أنت وأنت مثلي، ليش لا نحسن ظن بالله. تخيل أنك واقف الآن قدام باب الجنة، يا الله تخيل أنك قدام باب الجنة، تعديت الأهوال وتعديت الصراط وتعديت قبر الحساب وطائر الصحف الميزان كلها تعديتها، أنت الآن قدام باب الجنة خلاص تبي تدخل الجنة. أول من يطرق الباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد، بكل تواضع صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فيقول: بك أمرت، عند أوامر الملك الملوك، يقول: بك أمرت أن لا أفتح الباب لأحد قبلك. فيفتح الباب. يا جماعة مسيرة الباب الواحد 40 سنة وثمانية أبواب. أبيك تتخيل معي الآن، أنا أبيك تتخيل الآن توصل معي أنك الآن عند باب الجنة. وين التعب؟ وين الهم؟ أسألك، وين الهم؟ وين الشقة؟ الآن قدام باب الجنة، فتح الباب، حطيت قدمك اليمين قبلها، التفت وراك، تعديت كل هذه الأهوال، فتقول: الحمد لله الذي نجاني. تدخل هذا الباب، أنت قدامك نعيم ينتظرك، نعيم لا يزول ولا يحول. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. من هذا؟ لك، لك يا الله. ينادي مناد في الجنة، الكل يسمع، كل من دخل الباب: يا أهل الجنة. أجمل 4 كلمات ممكن تسمعها. اللهم هذا الشعور، اللهم اجعلني المتابعين من يسمع هذه الكلمات 4، لأنك إذا سمعتها ستسعد سعادة ما بعدها شقاء. وش هالكلمات 4 اللي راح يسمعونها لما يدخلون الجنة؟ يا أهل الجنة، يسمعون كلهم: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما عاد في مرض. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أعمارهم 33 سنة. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذا يموت. إن لكم أن تنعموا، أنتم في نعيم مقيم لا ينتهي أبدا. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله يجعلنا وإياكم يا رب ممن يسمع هذه الكلمات أربعة، لأنها فعلا أجمل 4 كلمات. السلام عليكم.